بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. النهارده تاني يوم العيد، لو كل سنه وانتم طيبين يا جماعه. احنا جالنا العميد حازم طيب من القاهره، صوروا يوم عيد صوروا عليه، وحصل لنا الشرف والله. ده بياخد مني من زمان وقال لي لازم اعمل لك زياره، وطبعا احنا عملنا له الثقه اول ما شاء الله الحبايه كده للرب. ده عباره عن بصوا شايفين الزيت اللي بينزل منها، شايفين ده بتسقط زيت اهي. الف هنا وصحه وعافيه له، وانتاجيتك دي عندي بالدنيا كلها. انا كنت ببعتله عن طريق النت، بس هو قال لي اني لازم اجي ازوره. وابنه المحترم ده حد منهم كلمني في التليفون، شايف بطنه ان شاء الله يبارك لك ويرفع عليه يا حبيبي ويرفع عليه. ده بقى الغالي ياكل الغالي، ده للعميل. شايفين الصينيه يا جماعه؟ شايفين دي البطن، شايفين البطن يا جماعه؟ شايفين البطن، شايفين الحلاوه، شايفين الجمال. ده فسخان البحار يا جماعه، احلى فسيخ والله العظيم، احلى فسيخ واحلى اسعار. وما زي ما قلت لكم احنا ما بنعملش زي اي حد، كل سنه وانتم طيبين. احنا حصل لنا الشرف يا باشا، حصل لنا الشرف يا عزه. انت لف يا ابني، حصل لنا الشرف والله، وارفع على العميد، حصل لنا الشرف والله العظيم. انت جيتك عندنا كتير، طبعا هو واخد الثقه وبالف هنا وصحه، قال لك خليله واعمل له. وكل سنه وانت طيب يا باشا. واحنا هنستخدم البحار نبروه امام مدرسه السمايع، مالناش فروع اخرى، ما بيعرفش يصور.